لو الحكاية فيها إن فيديو. قال الغريب اللي جالكم في امتحان التربية القومية كنت قلت فيه سؤال غريب. كان في سؤال اللي هو بتاع أثر آليات التحدث بتاع أوسائل الإعلام، فكنا نكتب أثر الشخصية منها شخصية الأستاذ الكبير الإعلامي موسى باشا. يعني كانت إجابة سؤال في الامتحان أحمد موسى. السؤال أحمد موسى كان إجابة السؤال، هو هنحط السؤال هون وكده. طبعا كمستوى اصلا ملوش دعوه، يعني ملوش تدخلات، فهو اثار جدلا ونقاشا مع الطلبه وكده.